قلت له يعني عشان الصلاة بدي أصلي في الجامع، المسجد جنب المحل. قال لي بشورت بتطلع على الأيقونة، ممنوع تطلع على دان وهيك، تطلع على الأيقونة ما بتطلع. ممتاز، هذا شخص جزاه الله خيرا متعاون، لأنه الواجب في الذهاب إلى المسجد وقت الإقامة، مش واجب عليك تروح قبل الأذان ولا مع الأذان، الواجب عليك حضور الجماعة، وبما أنه بجانب المسجد فمعناته لن تتأخر، ربما لن تتأخر عن تكبيرة الإحرام. أنا بكون متوضي وجاهز سواء قبل الأذان مع الأذان بعد الأذان أكون جاهزا، فمتى حان موعد الصلاة واقتربت فعندها أذهب إلى الصلاة. وكان من تعليم شيخنا الألباني لمن يعمل عنده أنه وهو يعمل عنده في المكتبة، فقام أحد الشباب ليصلي الضحى، قال له اجلس لا تصلي الضحى. قال له يا شيخ أنت علمتنا السنة واتباع السنة وسنة الضحى. قال هذا الوقت ليس لك، هذا لي، أنا أعطيتك مالا أجرة لكي تعمل لا لكي تتنفل، فقط لك حق الفرائض من شهود الجماعة، أما الضحى لا تصليها إلا بإذني وموافقتي. طبعا الشيخ مؤدب ومعلم، هو لا تفرق عنه الخمس دقائق والعشر دقائق، لكن يريد أن يعلم وأن يكون هذا قاعدة للأمة. فهذا الشخص بما أنك تعمل عند شخص فالسنن ليست لك إلا بإذنه، التسبيح ليست لك إلا بإذنه، فقط الحق الواجب عليه ولك هو شهود الجماعة. وهكذا أعطي صورة حسنة عن المشايخ وعن طلبة العلم، مش نلاقيك بتتأخر أو واحد مكوع ضارب كوع في الجامع نايم، وين والله كنت أصلي السنة وسبح لا مباشرة أخرج سبح على الطريق، لا تصلي السنة اقضيها، لك عذر بالقضاء، نعم لك عذر، هذا من الأعذار في القضاء إذا لم يسمح لك. ومع المدة سوف تجده رجلا لطيفا سمحا يفرح بك ويجعلك تصلي السنة وتسبح، لكن لا يأتي مرة واحدة. وهكذا إن أنت أحسنت عملك وأتقنت